السلام عليكم ورحمة الله. زملاء الحضور الكريم، المقاولين والضيوف ديالهم، متشرفين بالوجود ديالكم والتواجد ديالكم معنا إن شاء الله في هذا اللقاء المسائي اللي ما غاديش يكون طويل بزاف، ولكن فيه معلومات جد قيمة اللي تقدر تكون بمثابة واحد المسألة اللي تبدل لكم حياتكم وتخليكم تاخذوا قرارات اللي فريمون تبدل لكم مرحلة الحياة ديالكم على هذا الحال نحو الأفضل. غادي يكون لي الشرف أنني نكون تقديم ديال هذا اللقاء، وبطبيعة الحال اللقاء غادي يتعزز بشهادات جد قيمة غادي يأكدوا المسائل اللي غادي نبريزونتي لكم، تجارب لي حية. ألوغ، المقدم العرض هو اللي معكم سميتو أمير لويزي من مدينة قنيطرة، عندي 38 سنة، عندي في المجال ديال المقاولة العصرية تقريبا 12 سنة، ولكن قبل منها كنت صلاغي في القطاع الخاص لمدة 7 سنوات، وفي نفس الوقت كان عندي مقاولة هي تقليدية اللي هي كانت لافاج أوتوموبيل. دونك الحمد لله تجربة مخضرمة في مجالات متعددة، ولكن في الأخير استقريت على مجال المقاولة العصرية اللي غادي نقدمه لكم اليوم. ملي كنهضروا على المقاولة فضروري نهضروا على المساطر أو المسطرة اللي يقدر يخدم اي واحد باش يبدا المقاوله ديالو. في الوقت الحالي ولا كل شيء ولا الاغلبيه كيقول لك انا بغيت ندير المشروع ديالي، بغيت ندير المقاوله ديالي، ولكن باش كنبغي نكريو اي اونتربريز على طبيعه الحال كيكون عندهم واحد المجموعه ديال الخطوات. اول حاجه الفكره ديال المشروع، الدراسه ديال هذا المشروع طبيعه الحال، خصك راس المال، خصك محل، وكان واحد المصاريف المشروع هي الفوند غولمون، وبطبيعه الحال واحد الاجراءات اداريه، وعاد الوقت اللي خصك تخصصو. اون جينيرال هاد الخطوات حنا كاملين كنعرفوهم باش تنجح اي بروجي، ولكن الدراسات ولا الاحصائيات ديال المقاولات اللي كيتنشؤوا مؤخرا فاكثر من 90% ديال المقاولات ما كيديرباسيوش 5 سنين. الا جينا نشوف الاحصائيات ديال السنه اللي فاتت ارقام جد خياليه ديال المقاولات اللي بداو قدر انهم ما كملوش السنه وعلنوا على الافلاس ديالهم. الو لا بوست اللي كنهضروا عليه اليوم سي فري الدومين ديالنا او الناس اللي عرضوا لكم اليوم، فقالوا لكم انكم تكونوا مقاولين. وي حنا كيفاش كنقول لكم تكونوا مقاولين وميم طون كنعطيكم هاد الامور اللي ما كيكونوا صعابين في المقاوله الكلاسيكيه ولا التقليديه. مي اون جينيرال المقاوله اون جينيرال كتبقى مزيانه، لو سالار كيبقى مزيان، اي حاجه كيدير الانسان في حياته كتكون مزيانه، غير ليسونسيال ما يكونش كالس. اي حاجه خطوه كيدير في حياته اللي كتصبر رزق كتكون مزيانه، مي هو كل حاجه كيكون عندها ديزافونتاج. المساله الثانيه، السالار مزيان كيضمن لك العيش كريم، كتخلص دي فاكتور. المقاوله الكلاسيكيه كتمكنك من مداخل اكبر وكتعطيك حريه اكبر، ولكن فيها طبيعه الحال فيها مسؤوليات فعاليه وريسك. المقاوله العصريه اللي هنهضر عليها اليوم فيها ديزافونتاج اكثر من المقاوله التقليديه، وزيرتو ما فيهاش لو ريسك المخاطره اللي كنهضر عليها. الوغ باش تكري المشروع ديالك معنا في المقاوله ديالنا، الدومين اللي انا فيه تقريبا 12 سنه، طبعا الحال انت ماشي ممكن تكون مطالب انك تقلب على فكره، الفكره ديجا كاينه بواحد المشروع اللي ديجا مدروس سنوات كثيره وتبت الفعاليه ديالو، يعني ما فيهش لو ريسك. ملي كنهضر على لو ريسك هو الحاجه اللي كتدخل او اللي كدوز في الذهن ديال اي واحد كتقول له الفكره انه يدير المشروع، يقول لك انا غادي نخسر قبل ما ننجح ليا. كتكون واحد المخاطره، وحاجه اللي كتكون مخاطره وانا كنهضر انطلاقا من تجربتي، هي انك كتكون عندك واحد الصالير ديالك، عندك واحد الوظيفه ديالك قطاع خاص ولا عام، وكتفكر دير شي مشروع ديالك، وكيكون هنا كطيح شي مرات ما بين واحد جوج الاختيارين اللي هما بجوج بهم صعابين، انك تخلي الخدمه ديالك باش تركز على هذا المشروع باش يكون ناجح اللي غديرو، اولا ديرهم بجوج وهنا ما كتكونش كتقدر تعطي الوقت للمشروع ديالك، وبالتالي في كلتا الحالتين كتكون الامور صعيبه بزاف. الوغ لافونتاج ديال لو بروجي ديالنا ديال الدومين ديالنا ديال المقاوله العصريه ديالنا تيكون انك تقدر ديرو اون باغال، يعني بالموازات في الوقت الثاني ديالك، وانا كنسطر عليها مزيان هذا الوقت الثاني ديالك، يعني وانت خدام وانت صاحب مشروع وانت ربات بيت ولا انت طالب ولا كيف ما كان المجال ديالك، فتقدر دير هذا لو دومين في الوقت الثاني ديالك. يعني الدومين ديالنا الحمد لله سوبل وكيتماشى مع جميع الفئات المهنيه اللي كاينه ديجا، ما فيهش محل وما فيهش تخزين، يعني ما كاين لا ستوكاج، ما تكري كرا ما تخلص كرا ما تجهزو ما ت... احنا عارفين هاد الامور اللي كي اللي الشهر باغي كيوصل كيف الكرا باغي كيوصل ما كيتسناش. الحمد لله الدومين ديالنا ما فيه لا كرا ما فيه لا ستوكاج ما فيهش كذلك لو ريسك،
وبطبيعة الحال بلا ما تخلي الخدمة ديك هاد النقطة شكت ليها، حقاش نقطة مهمة بزاف. وباش كتبدا في هاد الدومين كتلقى واحد التكوين مجاني ومضمون، يعني في المسار ديالك كامل، وتكافؤ فرص النجاح عند أي واحد كيبدا في هذا المجال. فإذا قدرت تبدا اليوم وتحقق نتائج حقوها الناس اللي بداو قبل منك في المجال أكثر من 10 سنوات، تقدر تحقق نتائج بحالهم، تقدر ديباسيهم. لكن شي شخص اللي هو كيجتهد، المجال ديالنا بهذه الامتيازات كاملة كتسمى الماركتينغ ريلاسيونيل ولا الماركتينغ ريلاسيونيل، التسويق العلاقاتي، وتسميات متعددة، التسويق الشبكي، التسويق المتعدد المستويات، بيع مباشر. هذه كلها تسميات كتعطى المجال اللي كنشتغلوا فيه حنايا. وبطبيعة الحال مادام نحن في هذا المجال، بطبيعة الحال خصنا لنا واحد الشركة اللي هي ليدر في هذا الموند، في هذا العالم ديال التسويق العلاقاتي، اللي هي فورايفر ايفنت برودكتس، سون سوسيتي امريكان اللي كما كنعرفوا كاملين، اللي عندها منتوجات بجودة عالية وفراتهم لنا. كذلك وفرت لنا أدوات وتكوينات اللي هي رقمية، كنقولوا أدوات يعني باش تخدم، بحال هذا اللقاء اللي كتحضروا دابا في الابليكاسيون زوم، هذا من ديال الأدوات اللي توفر لك الشركة وكنوفر لكم حنا كشركاء معها باش تخدم معها. كذلك الشركة بارمي لي زافونتاج انها كتمكنك انك تكون مع شركه عالميه بواحد راس مال اللي هو كبير بزاف، اللي كيدير باسي 3 ديال المليار دولار، كتخدم معها كشريك، ولكن هي كتكلفك بكل شيء، كتكلفك لا لوجيستيك، لا كونتابيليتي، كتكلفك التوصيل، جميع الامور اللي متعلقه بالتخزين ولا ايصال المنتوج حتى لعندك. طيب الحين قلنا المحاسبه والمكافآت، يعني هي كتكلفك كتكالكيلك اي حاجه، الخدمه ديالك كتحسبها لك وكتعطيك الارباح، كتوصلهم لك بشكل هو واحد المصداقيه اللي عنده كبيره بزاف. الو، الخدمه مع هذه الشركه، الخدمه مع الشركه هي خدمه جد بسيطه، ما نقول لكم سهله، ما نقول لكم بسيطه، يكفي فقط انك تبدل القناه ديال المشتريات ديالك، حيت باش كتانتيغري مع هذه الشركه كما كيعرف الجميع كتكون انسكريبسيون في لو سيت، واحد التسجيل اللي هو مجاني في موقع الشركه، من بعد كتاخد بعض المنتوجات. الوغ علاش كتاخد ديك المنتوجات؟ اغلبيه ديال المنتوجات اللي كتاخد في الاول كيكونوا موجهين باش تستعملهم انت، حيت كما قلنا اتفقنا في الاول اننا كنوليو مقاولين، وبطبيعه الحال ما يمكنش تكون مقاول في واحد المجال وكتخلي المنتوج ديالك وكتستعمل منتوج ديال شركه منافسه ولا شركه اخرى. انت عندك محل تاكزات تخلي المحل ديالك وتمشي عند شي محل، انت عندك محل ديال الخبز تخليه وتمشي لمحل اخر، ما يمكنش. على كيف ما كان الحال، لكن انت صاحب مشروع راه كتشري من قبل، كتاخذ السلعه اللي كتحتاجها في دارك والاستعمال الشخصي من المحل ديالك. لا، السبب الاول لحقاش انت عارف الجوده ديال المنتوج ديالك، الحاجه الثانيه كيتقام عليك بثمن قل، الحاجه الثالثه باش كتعطي الناس صور على انك اول مستهلك، وبالتالي باش انت كتسهل لك هذا المنتوج ديالك اللي كتبين لهم انك سيقي وعندك منتوج ذو جوده عاليه. بطبيعه الحال بس كنت انتجرا فور ايفر كنستهلكو كيلكو برودوي، بطبيعة الحال غادي نهضر عليهم بشكل اللي هو تلقائي، لحقاش غادي نلمسو الفعالية ديالهم، ومني كنلمسو الفعالية ديال أي منتوج بطبيعة الحال كنبارطاجيو ليكسبيريونس ديالنا. هذه الخطوة الثانية، كنثق في المنتوج من بعد الاستهلاك ديالو انت ولا فامي ديالك. هو التقاسم ديال التجارب ديال المنتوجات اللي كنسميوه بالعربية كنقولو البيع، راسا كنديرو في حياتنا بشكل اللي هو بلا ما كنحسو، لا ريكومونداسيون، لا ريكومونداسيون او الدعايه الشفهيه بوساوي. جربت ان برودوي عجبني، غادي ندور عليه شي مرات، مثلا اون فام ولا شي راجل كيكون مثلا شريتي واحد الكوستيم زوين، ولا شريتي واحد الجلابه ولا قفطان ولا نامبورت اي لبسه شريتيها، مثلا انت ما تهضرش عليها، ولكن الناس اللي كيشوفوك يقول لك تبارك الله هذا الكوستيم جاك زوين، منين شريتي هاد لا شوميز جاتك زوينه، منين شريتيها هاد الجلابه، هادشي اللي درتي لاك زوينين شريتي، اوتوماتيكمون سواء الناس كيشوف فيك ديك الحاجه مزيانه، اولا انت كيسولوك كتقول لي منين خديتي، اولا انت ملي كتشوف شي واحد عنده لي بيزوان كتوريونتي. شي واحد كيجي كيتشاور معاك كيقول لك عرفتي راه ما كرهتش شي خياط مزيان ولا شي خياطه مزيان، كتقول سير عند واحد المحل راه مزيان. دونك لا ريكومونداسيون اصلا كنديروها، درناها فابور وكنديروها فابور، غادي نبقى نديروها فابور، يعني كنصح الناس نطلق من التجارب ديالنا. بس كتجرب لي برودوي ديال فور ايفر اوتوماتيكمون كاينه لا كاليتي اللي هي مزيانه، سي نورمال كتبدا تهضر عليها، ولا الناس كيشوف فيك التغيير، عندك مشاكل في الشعر ولا في الوزن ولا في البشره،
اولا في الجهاز هضمي، ولا في كيف ما كان الاحتياج ديالك، طبعا الحال يشوف فيك نص صغير وانت غادي تنصح الناس بهذا لو برودوي. غير هو في هذا لوكا ما غاديش تبقى تقول لهم سيروا عند واحد المحل ولا شي حاجه، غادي تقول لهم انا نجيب لكم لو برودوي معايا. تقاسم الفرصه او تقاسم لوبورتونيتي، بارتاج لوبورتونيتي، سي كو اترافير انطلاقا من انك تنصح الناس بلو برودوي، فطبيعه الحال غتولي ديك الاشهار ما كيبقاش مجاني، مي كيولي اشهار بالمقابل، بالمقابل طبعا باش كتقول للناس غنجيب لك لو برودوي اوتوماتيكمون، ولا كتجيب انت كتاخذه بواحد الثمن كتعاودو تجيبو لديك الناس بواحد الثمن اخر، يعني اوتوماتيكمون راه عمليه ديال البيع، يعني عندك واحد هامش ربح. وبطبيعه الحال اي واحد فينا في المحيط ديالو كيف ما كان، كيف ما كانت لا سيتياسيون فينونسيير ديالو ولا الوضعيه الاجتماعيه ديالو، فاكيد ما غادي يعرف اشخاص في المحيط ديالو سواء كيقلبوا على فرص لاش باش يستهلكوا منتوج بثمن قل، سواء كيقلب على فرصه باش يكون عندهم مداخل اضافيه او يكون عندهم مداخل اللي جد مهمه، او اللي كيقلبوا على واحد لو ميليو، واحد الجو اللي هو ايجابي، فكتعطيهم هذه الفرصه باش يستافدوا كذلك من هذه لوبورتونيتي او من هذه الخدمه اللي كتخدمها. وهنا ما يسمى في المجال ديالنا بالاحتضان ولا الباريناج، كتبدا في هذا المجال كتجرب كلكو برودوي كتنصح الناس به، وكتعطي الناس الفرصه باش هما يديروا بحالك لا ميم شوز. فغادي عطاتنا واحد البروسيسوس ديال اللي هو في الديفلوبمون اللي هو باين، اللي كيتسمى ديماركس ماركتينغ ولا بلان ماركتينغ، او بالعربيه خطه تسويقيه ولا مخطط ارباح. في واحد الدريجات، هاد الدريجات اللي غادي نشرح لكم دابا ما عندهمش علاقه بالوظيفه التقليديه ولا التسلسل الرئاسي ولا الاداري، ديك الاورغانيغرام واحد كيبدا واحد كيطلع والكرادات، مي هادو مرتبطين بلو شيف دافير اللي كدير انت بارتنير مع شركه عالميه، والارباح ديالك كيتحكم فيهم لو شيف دافير اللي كتحققوا. مساله باينه، انت خدام مثلا شريتي لا فرانشيز مثلا عند ماكدو ولا كاي اف سي ولا نامبورت كال سوسيتي اللي عالميه، فبطبيعه الحال المداخل ديالك كمول ديك الفرانشيز اللي كيكونوا كيتحكم فيهم لو شيف دافير اللي كتحققوا، ارقام المبيعات اللي كتحققهم. فكذلك مع فوريفر، ارقام المبيعات اللي كتحققهم لو شيف دافير اللي كتحققوا انت ولو جروب ديالك ما غادي نشوفهم من بعد، هما اللي كيمكن كيحددوا لك النسبه ديال الربح ديالك. وكل ما طلعتي من بالنسبه من يعني شيف دافير كطلع واحد الرتبه اللي كتسميوها هنا مثلا انيماتور ادجوان، ولا كنبداو من كليون بريفيليجي، يعني واحد الزابو اللي هو مفضل، انيماتور ادجوان، انيماتور، ماناجر ادجوان، ماناجر، وكندوزو لي داتشي. دوك هادو هما الامور اللي كنقدروا نحققهم مع هاد فوريفر مرتبطين بالشيف دافير اللي هنا. بطبيعه الحال باش كنحققهم كنخدموا بواحد ما يسمى بلي بوان، لي بوان كيس، كيس كريديت، او لا نقط صرف. شنو هما النقط الصرف اللي كنهضر عليهم اللي هما مطالبين ان نحققهم كشيف دافير باش نطلعوا من رتبه لرتبه؟ الوغ لا نوسيون ديال لي بوان كيس هي واحد القيمه معطيه لي برودوي، واحد لا فالور اللي قيمه معنويه معطيه لي برودوي فورافر. كل برودوي عنده لها واحد لا فالور كما كيبان لكم هنا، ديك لو بيدونجون 0.101، فيتامين سي 0.070، 0. من كل برودوي من لي برودوي عنده واحد لا فالور بوان كيس، بحال ديك لو ديتوكس اللي كحيد السموم 0.23. ليسونسيال في هاد ليكزومبل اللي عطيني هنايا، القيمه الصرف نقط الصرف هي نقطه فاصله 0.53. الوغ كل ما كنكيميلو النقطة جوج ثلاثة أربعة خمسة، كل ما كنقدرو نرتقيو من رتبة لرتبة. وبطبيعة الحال كيفاش كنجمعو؟ ما كنجمعوش انطلاقا من داكشي اللي كنشريو من عند الشركة باش نستهلكوه أو لأننا ننصحو به الناس، يعني نقومو بعملية البيع، مي حتى أترافيغ الناس اللي كنعطيهم حتى هاد الفرصة، يعني لي باريناج، لو روكريتمون. ما نقولوش روكريتمون، مي نقولو باريناج حيت ما كنديروش التوظيف، مي كنديرو احتضان. فرق كبير ما بين الاحتضان والتوظيف. لحقاش الاحتضان هو أنك كتعطي الفرصة لشي واحد وكتكون مطالب انك تواكبه. هذا هو الفرق ما بين الغوكيتمون وما بين الاحتضان. يعني الاحتضان عنده واحد المعنى اللي هو اعمق، ما كيكونش فقط كيكسف بانك تعطي للناس الفرصه، ولكن كتكون مطالب انك تخدم معاهم وتواكبهم وتعطرهم باش حتى هما كيكونوا واحد الفريق، وحتى هما كيديروا ان شيف خطاب فيه. دونك باش كتكيميل واحد العدد ديال لي بوان كيكون اترافيغ ثلاثه ديال الامور، سواء انطلاقا من المشاريع الشخصية ولا الطبيعة الشخصية، من طريق الاحتضانات أو من طريق المجموعة ديالك. ألوغ فوغافاغ عطاتنا واحد ستة ديال الأنواع ديال الأرباح، ماشي غير نوع واحد، مي كاينين ستة تبارك الله. أرباح مباشرة، غير مباشرة، أرباح على القيادة، وكاينين دي تشالنج بحال لو تشالنج ديال فوريفر تو درايف، يعني مخطط تمويل السيارة، إيجل مانجر الجلوبال غالي، يعني واحد السفريات اليوم عالميين،
وكذلك لو تشيرمانز بونيوس هو تقاسم الارباح السنويه. تبارك الله الشركه جد سخيه في مخطط الارباح ديالها، يعني كل ما قدرتي تكون او تجمع واحد الشيفر دافير فواحد المده كل ما الارباح ديالك كيزيد وكيرتفعوا، وكل ما كتفتح لك المجال انك تستافد واحد النوع اخر من الارباح كما غادي نشوفوا دابا بالتدريج. الو هاد السميت اللي قلت السميت ديال لي كراد ولا هاد لي بوان ولا شحال هاد النسب ما تركزوش معهم مزيان بالضبط، ما يركزوا مع المفهوم الكلمات كنقدروا نتعلموهم من بعد في الوقت اللي يجيك واش كتقول واش ناقص نعقل على هاد الكلمات كاينين هاد المصطلحات هادشي كلشي كيتعرف مع الوقت. ما يركزوا مع المفهوم ولاحظوا معايا التطور اللي كيوقع في المداخل اللي كنقدروا نحققوها وحنا مع هاد الشركات. اي واحد فينا يقدر يبدا ككليون بريفيليجي يعني كزبون عنده امتيازات او زبون مفضل، كتقدر تبدا انسكريبسيون في لو سيت اترافيغ واحد شي شخص كيكون ديجا مسجل باش كتجرب كيلكو برودوي. وهذه قليله الصراحه اللي كيديروها كيستافدو غير 5% من لا غوميز في البرودوي، ولكن اغلبيه ديال الاشخاص اللي كيفكروا انهم يبداو مع هذه الشركه سواء من اجل الاستهلاك ولا من اجل تطوير المشروع كيفضلوا انهم يبداو كانيماتور ادجوان يعني مشرف مساعد، يعني كيدير واحد لي دو بوان يعني ما كياخذ واحد لا كوموند ديال دو بوان كما قلت برودوي من اجل الاستهلاك والبعض من اجل التقاسم البيع. انيماتور كدير واحد 25 بوان في دو موا وكيولي عندك هامش ربح 38%، ماناجر ادجوان 43% وماناجر 48%. دونك هادو هما الارباح اللي كنحققوهم. دابا عرفنا شنو هما لي كونديسيون شحال العدد ديال لي بوان اللي كنحققوهم باش كنطلعوا من الرتبه للرتبه وشحال هامش الربح في المنتوج، يعني حتى الاستهلاك كيتقام لك كل ما طلعتي في الرتبه كل ما المنتوج اللي كتستهلكو انت باش كان اللي هو شخصي بحال المنتوج اللي كنستهلك انا دابا نيت كتقام لك بثمن اللي هو اقل. وحتى كذلك باش كتنصح الناس بلو برودوي كيكون هامش الربح ديالك اكبر. النوع الثاني ديال الربح هو الارباح غير المباشره اللي كاع اندايركت، هما الارباح اللي كنربحوهم انطلاقا من اننا كنعطيو الفرصه للاشخاص يكونوا معنا وكنكونوا بطبيعه الحال مستعدين اننا نكونوهم او لا اترافير انطلاقا من التكوين اللي كتكونوا الاشخاص اللي عطيتيهم الفرصه وحتى هما كيديروا فارق كتولي عندك واحد الارباح اللي غير مباشره سو فورم دي بونوس، يعني الارباح اللي كتربحهم كتزبلسيو لك الشركه يعني دي بونيس ارباح يعني كما قلت في الشيف غضاف. الرتبه ديال انيماتور ادجوان الشخص اللي دار دو بوان يقدر يكون عنده ارباح من 2000 حتى ل 4000 درهم شهريا. الانيماتور هو سي كيلكان اللي دار واحد 25 بوان كيس يعني دار واحد المجموعه اللي هي صغيره باش كنقدر انه يجمع واحد 25 بوان في شهرين. كتعطيك الشركه انطلاقا من انك تخدم مع ديك المجموعه واحد 3% وكتعطيك في الاحتضانات الجديده 33%. اون جينيرال ان انيماتور كلكا اللي في الكراد ديال الانيماتور يقدر يكون عنده واحد الربح باردون واحد الربح ديال من 4000 حتى ل 7000 درهم. ولكن قبل ما نهضر على هذا الانيماتور هضرت على الرتبه ديال الانيماتور ادجوان وما غاديش تفوتني الفرصه باش اننا نشوفوا شي تيمونياز ديال شي مقاول اللي في هذه الرتبه هذه هذا على التجربه ديالو باختصار وشنو الارباح اللي كيحققهم مع هذه الشركه. وهنا ما غاديش نلقى احسن من الاخت نهيله الوهراني تقاسم لنا التجربه ديالها. اخت نهيله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الصوت مزيان؟ مزيان. مرحبا اختي نهيله. بارك الله عليكم. السلام عليكم جميعا. كنتمنى الكل كل شيء يكون هو هذاك بخير وعلى خير. معكم نهيله الوهراني سن 25 سنه من مكناس مهندسة مدنية وبنفس الوقت مقاولة مع الشركة العملاقة Forever. الجراد اللي أنا حاليا فيه هو أنيماتور أدجوان اللي صراحة قدرت نكون فيه أولا مع المانجر سي أمين الوالي اللي تعرفت عليه بهدف نحقق أرباح مادية وتم الشرح ديال كاع هادشي اللي كان كيشرح لنا سي امين لويزي دابا. ولكن انا صراحه كان عند بالي كاين ربح واحد غيكون مادي، ولكن صراحه لقيت ارباح كثيره اباغ فلوس اللي كنت انا هما سبب صراحه سبب وحيد اللي خلاني نفكر ندير شي حاجه في الوقت الاضافي ديالي. لقيت فريمون ارباح كثيره اللي ما بينهم انني كنتعلم كيفاش نبدل العقلية ديالي، كيفاش نديفلوبا اجتماعيا وماديا، وحتى واحد بالإضافة إلى اكتساب
ناس صراحة عندهم مكانة خاصة عندي، لأن بحكم أنني ما كنت في المغرب لمدة ديال 7 سنين، كنت كنقرأ على برا ودخلت، ما كان عندي حتى شي واحد من صحابي، كله فين داتو الوقت، كله كاين اللي مشى قرا على برا، كاين اللي بدل المدينة، يعني حتى الصحاب اللي زعما نكون عوالة أنني هما الناس اللي غيساندوني في أنني نحقق أرباح ما كانوش. ولكن بالفضل المساعدة ديال السي أمين الوالي اللي هو الماناجير ولو باغان ديالي ومجموعة من ديال القادة اللي صراحة عزازين عليا، ما حسيتش بهذا المشكل ديال أنني كيفاش غندير نبيع، كيفاش غنزيد القدام، كيفاش غادي نزيد نكون راسي، لأنني صراحة فوق ما احتاجيت أي واحد كيكون معايا. وبكل اختصار بغيت نقول لأي واحد مازال كيكون فكرة على الشركة، أنه فعلا فاش غادي يكون واحد منا إن شاء الله من العائلة الثانية ديال فوريفر، راه ما غاديش يلقى غير الأرباح المادية، غيلقى أرباح مادية، أرباح اجتماعية، غادي يولي يتغير. وفعلا التغيير كاين، احنا خصنا نتقبلوه. وهذا الشيء اللي كاين بكل اختصار، ما بغيتش نطول عليكم، وشكرا. تبارك الله كتينوي، لا شكرا لك على التقاسم على الله الجهد يخليك. ديالك. سي فري كما قالت اخت نهيله، كاين الارباح من جميع المستويات، على مستوى التطوير ديال الشخصيه، وكذلك على مستوى الارباح الماديه اللي بزاف ناس كيطمحوا انهم يحققوها، وكاين ما يسمى بكسب علاقات ايجابيه وواحد الجو اللي هو ايجابي اللي كنفتقدوه في اغلبيه ديال الحياه ديالنا اليوميه. دونك هذا ديجا راه ربح اللي هو كبير بزاف، انك تلقى دي جون اللي كيفكروا بشكل هو ايجابي، كيفكروا في ديفلوبمون، تطور حياتهم وحياه المجتمع ديالهم الافضل. الجراف انيماتور كما هضرت عليه قبيله، هي الرتبه اللي يجد مهمه اللي كتجي من بعد الجراف انيماتور جوان، هضرت على الارباح ديالها. وهنا ما غاديش نلقى احسن من الاخت هند الرجراجي، من دين تكوني طلعت تقاسم معنا التجربه ديالها. الاخت هند مرحبا سي أمين، السلام مرحبا بك. عليكم. شكرا عليكم سي السلام. أمين، أهلا. معكم هند رجراجي من مدينة القنيطرات، ذو 30 سنة، أم لشاب في عمر 20 سنة. ديجا كنت خدامة 8 سنين في الكابلاج، من بعد ما درت دي ديبلوم اللي كان عندي أمل أخرى، كنت باغا نخدم في خدمة أخرى، تكنيسيان أون أنفورماتيك دو جيستيون، ولكن الظروف هادشي ديال الخدمه اللي لقينا هي هادي الحمد لله. المهم 8 سنين ديال الكابلاج خرجت منها ب اكسيدون ترافاي، ما المهم ما عليناش. لو طون اللي كانوا عندي بزاف مشاكل صحيه مع الخدمه، راك عارف من ستريس قلت الشيء، الخرصه كنشدها مع 10 الصباح كتسالي مع 11، عندي وليد كنقريه، خصو راك عارف المصاريف والوقت صعيبه شي شويه. المهم هذيك الخلصه ما كانت كدير ليا والو تقريبا، وكانوا عندي مشاكل صحيه مع ستريس مع كتشف دي كيب، وعندنا كنت في لاكوب، وكانوا عندنا الصداع ديال لي ماشين والغوات وستريس الخدمه وديال لوبجيكتيف. دونك كنت كنشرب الدواء بزاف، كنت كنشرب الدواء ديال الراس بزاف، وساليت من الباراسيتامول، دزت الليبوبروفين، ولات عندي واحد الحساسيه اللي ما عرفتهاش بلاش. من بعد عاد اكتشفت بلي راه الدواء هو السبب ديالي، وداك الشيء دار لي انسوفيزونس، في مشكل في الكبده، مشكل في الكلاوي والغده الكظريه وداك الشيء. المهم هذاك الوقيته اللي وقع لي هاد المشاكل كامله كنت مضغوطه، تلاقيت مع سيونس عند واحد الجاره ديالي، كانت مريضه مسكينه، كانت ما كتقدرش تزيد، وصافي انا شفتو بحال هكا، داك الشيء داز بحال الفلاش. عطى لجارتي، مرا كبيره عندها شي 60 عام الحاجه، عطاها دي برودوي، قال لها كيفاش كديري كيفاش ديري، انا بقيت غير كنشوف ما فاهمه والو. داز 3 ايام تلاقيت الحاجه خارجه، باش طاكت تمشى بخير ما كاين والو. قلت لها الحاجه شنو؟ قلت لها الحاجه كيفاش البارح خليتك ما كتقدريش توقفي؟ قالت لي يا اختي راه داكشي اللي عطاني سيونس راه قضى الغرض، انا ديجا كنت خديت الكونتاكت ديالو وانا نعيط ليه. لو سيونس خاصنا نتشاوفو خصني نفهم باش هادشي. المهم عيط ليا، جيت حضرت لواحد لابيبي بحال هكا ولكن في قهوة ديال إيفلي، جلست بقيت جالسة كنتفرج، وأنا كان عندي لو سيغ بوا، كنشوف سيونس كيهضر، الناس كيهضرو كيعطيو لي تيمونياج. واحد السيد وقف عندو الكرش قدا هكا في التصويرة، شوية السيد وقف الكرش ديالو بلا،
درتها انا ما عندي فلوس، مش فلوس ما عنديش، عندي مشكل ديال الغلب، خصني نضعف، عندي مشكل في صحتي. بقيت كنديرها صافي. جلست مع السيونس، هبطنا من داك لا بيبي، خرجنا جلسنا في القهوه في السيونس، انا خصني هادي وهادي وهادي وهادي. وقتاش نبدا؟ قال لي دابا. قلت له بسم الله، توكلت على الله، الحمد لله خدمت. مهم درت لي برودوي، ما قلت لتا واحد رانا دخلت الفوريفر ولا درت شي حاجه، خديت لي برودوي سديت عليا في الدار، بقيت كنكونسومي. 3 ايام بدا كيبان عليا الفرق، 9 ايام هزيتي وحده حطيتي وحده، تبارك الله واحد الفرق. عرفتي الناس كيجيو عندي يسولوني في الخدمه، كيشدوني كيسولوني كيقول لي شنو درتي، كنقول واحد السيد راه عاوني شنو كندوزهم ليه. بقيت كندير دي فونت شويه، ولا كيبان ليا سميتو كندخل فليسات الحمد لله، هذيك فلوس الكابلاج كنخلص بها غير الكره، ما كيبقى ليا والو. الفلوس ديال فوريفر وليت عايشه بها، ولا كيتزادوا عليا شي حوايج، الناس شافوا التغيير حتى في الشخصيه ديالي. سيونس الله يرحم ليه الوالدين، عاوني بزاف في ماشي غير في صحتي، وعاوني حتى على سميتو التنميه الذاتيه. بيان سور لي فورماسيون اللي تلقيت والمساعدات من كاع الناس، عمر شي واحد وقفت عليه وما لقيتوش، الحمد لله. الله يحفظكم كاملين، انا صراحه ممتنه لكم كاملين. اي واحد عيطتي ليه كتلقاي، هادشي باش زوينه فوريفر، شي كيعاون شي وبدون مقابل، يعني في سبيل الله. راه كان غير نجح، احنا معاك، كلشي معاك. لو طون اللي وليت كنبان عليا، وليت كندير دي فونت وهذا بلا ما يعرفوني رانا فوريفر، صافي واحد الوقيته وانا نبدا نبارطاجي شطراتي، كندخل فلوس الناس مساكن معايا كياكلوا الشحط ما عندهمش الفلوس، وانا نبارطاجي معاهم الفكره. صافي دخلوا معايا ديك الساعه شي عاونت 11 بيرسون باش بداو معايا في لافير. في لو طون ديال دو موا درت غراد انيماتور، يعني 15 سي سي، كان سي سي يعني شهر واحد تقريبا 5000 درهم. في الوقت اللي كنت كنشد فيه انايا شيف ديكيب، ما كنشد فيه حتى 2500 درهم، ديما واكل ليا من الخلصه. شديت 5000 درهم، دخلت اول حاجه دخلت ولدي ليكول بريفي ب 1000 درهم للشهر، وقيدته حيت كان كيقرا في المخزن، كان غيمشي ليا، كان ما غيقراش. الحمد لله راه دوزيام اني دو لافاك دابا، وعمره ما سقط، فضل فوريفر. عاونت راسي في صحتي، ارتاحيت، عاونت الوالده ديالي كان عندها مشكل ايموراجي في الكولون، دينا السويسي نعزات شهر ونص ما حلوش ليها المشكل، الدواء ما قداش فيها حيت عندها دي بروبليم اخرين، يعني ما يمكنش يتحل داك المشكل ديال الايموراجي. عطيتها لي برودوي 24 ساعه، درت البيدون واحد 24 ساعه، وعطيتها لي برودوي ديالي اللي كان ديك الساعه تجي نشي هذا الايموراجي حبسات. عطيت الثقه ديال البرودوي عندي انا بعدا امبيكابل، يعني كنهضر بواحد الحماس. ما نقولش لك عارف ان البرودوي كتين، سمعتي ليا؟ عارف ان البرودوي فعال، وكانت هو لا باز ديال الخدمه ديالك والثقه ديالك في المشروع. هضرنا شويه على الفلوس اختي فين. الفلوس دابا انا كان عندي 38% في البرودوي، وي او بيان سور على لي باريناج. وهذا سي امين شرح كيفاش توضح كيفاش على لي باريناج، على لا مويان مونسييل با ريفوني مونسييل. انا كان صراحه كنخدم على البيع، عندي من 5000 حتى ل 10000 درهم، ما كنهبطش عليها. اللهم بارك، تبارك الله اختي هند، الحمد لله عايشه 100% من فوريفر، تبارك الله عليك الحمد لله. واللي بغى اش نقول لكم، الناس اللي دابا حاضرين معنا ويلاه كيتعرفوا على فوريفر، مرحبا بكم، حنا معاكم، وما تطلقوش لافير ديال العمر هي هذه. شكرا. حنا جربنا كلشي ودوزنا كلشي، ما كاينش شي افير بحالها. تسمحوا لي كنهضر شويه تحمست. شكرا لك سي هند على الحماس ديالك. احسن افير كاينه دابا هي فوريفر. شكرا لك، بارك الله فيك سي هند. شكرا لك سي امين، شكرا بزاف. شكرا لك على التقاسم ديالك وعلى الحماس ديالك وصافنا الانرجي ديالك ديما فوريفر، تبارك الله عليك. الوغ لحظه، الوغ الهدف الثاني اللي يكون عند الاختين هو الجراد مانجر ادجوان، كما هضرنا عليه في الماركتينغ، هو اللي كيكون فيه تطوير فريق بشكل اللي هو اكبر، وبالتالي كيتزادوا عندك مداخيل كيكونوا على لي زانيماتور وعلى لي زانيماتور ادجوان. المهم 5-8% كما قلت هاد النسب ما نركزوش عليهم بزاف من
ماشي ضروري نعقل عليهم مزيان، مي نركزوا انك تلقى ثلاثه كتولي عندك 8، باش كنتي انيماتور كانت عندك مع لي زانيماتور ادجوان 3%، طلعتي مانجر ادجوان ولات عندك 8%، تقريبا ضربت في ثلاثه، حتى البورسونتاج في لي باغينات كيتزاد اون جينيرال اختصار بالفلوس. المانجر ادجوان غيكون عنده من 7000 حتى 15000 درهم على المجموعه ديالو كابونس مع هاد الشركه، لحقاش هو كيخدم معاهم، ما عندناش فلوس كصالير او الفلوس كدير لهم لحقاش وصلتي لواحد لوغراد من انطلاقا من الاستمرار اللي ديال التكوين والمواكبه ديال الفريق ديالك. مانجر نسب طبيعي الحال كتزاد على التكوين ديالك للمجموعه، حتى في تم في الاحتضان كتولي عندك 43%، و اون جينيرال المانجر اللي هو اكتيف اللي هو خدام طبيعي الحال يقدر يكون عندك واحد المدخول من 15000 درهم حتى 25000 درهم. وهنا ضروري ما غادي ندوز لابارول لواحد الصديق العزيز علينا من مدينة سلا، هو كازاوي خدام في الرباط وساكن في سلا الجديدة، سي كريم بلقاس قسم على التجربة ديالو. سي كريم السلام عليكم. مرحبا سي امين. مرحبا سي كريم، الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف، شكرا على هذا العرض الرائع وتبارك الله على الحضور الكريم. كما قلتي كريم بلقاس انجينيور ديتا مهندس دوله الاعلاميات، استاذ ديال الاعلاميات المده ديال 17 سنه. ياك كتسمعوني مزيان؟ وي بافي. وي دونك هذا العام هو 18، وان شاء الله عن قريب نقولوا بسلامه للوظيفه ونوليو ان شاء الله بلان طون مع فوغيفا ان شاء الله. الوغ القصه ديالي مع فوغيفا كتبدا في 2013، انا ما حضرش يعني واحد العرض بحال هكا ا ديستونس، وهذا هو الجميل في هذه المقاوله، ان كنشوف الناس تبارك الله جالسين في ديورهم، كاين اللي جاي من خدمته كاين اللي في خدمته وحاضر العرض وحاضر لهذا الشيء لهذا الخير هذا. انا تعرضت عليا في لوطيل سوفيتال في الرباط، وكما كنقول دائما وكنأكد عليها كنت اكثر واحد سلبي تعرضت عليه فوغيفاغ، ما تقبلش الفكره لانني ما فهمتهاش. ومن بعد كنمشي كندير دي ريغيرش في جوجل، اول حاجه تنديرها تندير فوريفر ليفن برودكتس بروبليم، كنشوف واش فيها شي مشاكل واش فيها شي حاجه ماشي هذيك. فكنقول الحمد لله دائما ان لقيت كلشي كيتكلم على فوغيفاغ، سواء المنتج سواء المشروع كلشي كيتكلم عليه بالخير. هنا كانت البدايه ديالي، ولكن باش نزيد نثق اكثر استعملت المنتوج انا والمدام والوليد اللي بطبيعه الحال كانت يعني مشاكل صحيه كثيره، كان ديما مريض، مدام كان عندها مشكل ديال البشره، انا كنت في مده ديال 13 ل 14 سنه، الحمد لله قدرت اني نقطع الكارو بلي برودوي ديال فوغيفار. لقيت راسي اني تبدلت ولا عندي اوبجيكتيف، هنا كنجلس مع لو باران ديالي سيون ستيب الله يجازيه بخير، كنقول له شوف انا دابا راه باغي نخدم عندي دي زوبجيكتيف خاصك تجلس معايا. قال لي واخا صافي، قلت له صافي انا اللي شديت فيك خصنا نجلسوا. فدار معايا موعد كان كيجي عندي كل ثلاث من قنيطره، هو في قنيطره السنه الجديده مع العشرة، كيلقاني واجد شارب القهوه ديالي، لي كيستيون واجدين كلشي واجد، لاني داخل على اونتربريز خصني ننجح هاد لونتربريز، اذا انا واجد باش نخدم اي حاجه غيقولها لي غنديرها. حطيت لوبجيكتيف ديالي وبدينا كنشتغلوا، الحمد لله كان عمل كان ديبلاسمون كان داكشي زوين زوين بزاف، ما نقول لكمش كان ساهل، مي كان يعني المشروع تبارك الله يستحق. في ظرف عام ونص حققت لو غراد مانجر، فهنا كيوصل المدخول ديالي في لو غراد مانجر تبارك الله 15000 درهم، وفي واحد الوقيته وصل 22000 درهم. عرفتي شنو راه شي حاجه اللي كنت كنسمعها، واخا انا مع فوغيفا كنسمعها، ولكن نهار مشيت ناخد الفلوس ديالي ما كنتش كناخد لي فلوس لارجون ديال فوريفر، ما كنتش كناخذهم، كنت كان يعني السالير ديالي بلس الفلوس ديال البيع، مي الفلوس الاخرين لي بورسونتاج وهذا لي بونص الاخرين ديال ليكيب وهذا ما كنتش كناخذهم، كنخليهم يتجمعوا. نهار طلعت مانجر دفعت لي بياس ديالي لفوريفر باش يفيرسي الفلوس، وتلاقيت باقي نعقل ديك الساعه مع الكونطابل، كانت عندي 67000 درهم، واش هاد الفلوس هادي غدوز ليا؟ قال لي المهم تدوز ورد عليا الخبر. لو كانز في النص ديال الشهر كدوز لي 67000 درهم، خدمه ديال عام ونص 67000 درهم. يا سلام، هنا ولات كتبان لي طوموبيل جديده، الحمد لله خرجت طوموبيل جديده، ولا كيبانوا لي لي فوايا الصيف اللي موراه مباشره نمشي ندوز كونجي في فرنسا انا والمدام والوليد. مشينا لديزني لاند، مشينا طلعنا في لاتور ايفيل وانا مخلوع خايف لا يلوحني البرد،
ما شفنا بزاف الحوايج في فرنسا. من بعد ما كنت الكونجي تنفكر ليه نوفر باش نمشي ندوز نطلع نسافر غير شي بلاصه واحد السيمانه وصافي باش السيمانه ندوز الكونجي. الحمد لله دوزت 17 يوم في فرنسا خسرت فيها تقريبا باقي نعقل شي 40000 درهم 4 المليون فهاديك ال 17 يوم يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. من بعد كانت تعرض مع فوغيغ الفواياج الاول كان على حسابي الفواياج الثاني فضل الباغان ديالي سيونس مشيت الميريكان فينيكس هذا فواياج مخلص بالكامل كل شيء البي الطياره لوطيل كل شيء مخلص من عند فوغيغ. كانت واحد الفواياج زوين بزاف كان معنا نيسي امين ومجموعه تبارك الله ديال القاده ومقاولين من 160 دولة وكنا كنفهموا بعضياتنا رغم اختلاف اللغات. كانت كتجمعنا لغة واحدة اللي هي فوغيفر كل شيء فرحان كل شيء ناشط كل شيء عجبو الحال. باقي نعقل ديك الساعات وصلت المطار ديال أتلانتا وعيان عطي 16 ساعة ديال الطيارة. داك البوليسي اللي في الديوانة أنا ماشي كنت مغوبش عيان صافي بغيت نمشي ننعس وبقات يسول فيا شنو تدير وهذا وحقيته يقول لي وضحك سمايل ضحك يعني راه كجي البلاد ديال الضحك ضحك عجبها فرح براسك ونشاط وهذا والحمد لله نشطنا واحد المده ديال 5 ايام يا سلام. الحاجه الثالثه هو ان زوجة ديالي هي قدرات ان تشري الطوموبيل ديالها الحمد لله تغيرت حياتنا للاحسن ما بقاش عندنا مشكل مادي اللهم لك الحمد في الصحه بخير وعلى خير الحمد لله بفضل المنتوجات ديال فوغيفر تنميه ذاتيه اي حاجه زوينه. وباقي نعقل غادي نختم بواحد القضيه اول ما بديت فوغيفر اول ناس جلست معاهم هو العائله ديالي الوالد وخوتي اليوم يعني بروبوزيت عليهم هاد لوبورتونيتي كلشي قال لي لا خويا الكبير في الساعات قال لي وسير تنجربوك انت الاول نشوفوك شنو درتي وعاد نتبعوك. الوقت اللي كنت في امريكان كيعيط لي في الواتساب كيقول لي فين قلت له انا خارج قال لي فين واش مسافر حيت عارفني تنديبلاصا بزاف قلت له انا في امريكان قال لي امريكان قلت له هي ديا فوغيفر اللي قلتي تنجربو فيك دابا كي جاتك التجربه. ايوا اش كنقول اش نقول لكم الحمد لله فوغيفر كلها خير تبارك الله عليكم تبارك الله على الحضور الكريم وشكرا سي امين. تبارك الله سي كريم ان شاء الله موفق في الانجازات وان شاء الله نشوفك انجازات اخرى ان شاء الله تسهل كل خير. الله يبارك فيك. الله يحفظك سي كريم. الوغ ابخي لو كراد ماناجر كيتحلوا لنا افاق على اننا نحقوا نخدموا على لي بون ستو ليدرشيب شنو هي علاوات القياده ولا اربح على القياده وانك تعاون اشخاص اخرين في المجموعه ديالك يوليو حتى مادي ماناجر وبالتالي كيزادوا المداخل ديالك كتكون باش كتكون ماناجر كيكون معاك ماناجر جوان كتكون 5% كيطلع ماناجر كتولي 6% اون جينيرال لدرتي بحال لا ستريكتور يعني ماناجر الاول جي الاول جي الثاني جي الثالث تقدر تكون بحال المدخل كي ديباسي 25000 درهم وبطبيعه الحال كل ما عاونتي اشخاص انهم يوليو دي ماناجر كل ما الربح ديالك كتزيد كترتفع بحال ماناجر سينيور هي عندك جوج اشخاص مباشرين ليك 35000 درهم حتى 50000 شهريا. الصال الحمد لله الرتبه اللي عندي حاليا كيكون عندك حتى مينيموم واحد 5 ديال لي ماناجر ديال كليك عندك من 60000 درهم حتى 120000 درهم ماناجر سافير من يعني 9 اشخاص مباشرين ليك من 120000 درهم حتى 240000 درهم ماناجر سافير ديامو يعني واحد 17 ماناجر مباشر ليك 17 شخص عاونتي مولاو دي ماناجر عندك من واحد 25 مليون حتى 40 مليون ماناجر ديامو يعني 25 شخص من الاصدقاء ديالك ولا من العائله ولا الكوليك ديالك ولاو دي ماناجر خدمتي معهم ولاو دي ماناجر مداخل من 40 مليون حتى 70 حتى 100 مليون شهريا. مداخل اللي كتكون عند الدوبل ديامو هو شخص اللي يقدر انه يعاون 50 واحد من 70 حتى 150 مليون تريبل ديامو مداخل كدير باسي تقدر توصل حتى 400 500 600 مليون او لا اكثر. ماناجر سونتوريون يعني ولي 100 شخص صديق ولا ماناجر مباشر لك من 800 حتى اكثر من مليار سنتيم شهريا. وبطبيعه الحال ان فكرت دير غاد ماناجر هي الهدف اللي كيكون عند اي شخص كيبدا معنا انه يبدا يخدم على لي تشالنج لي تشالنج كاين متعدين بحال التشالنج ديال فورايفر تو لايف او مخطط تمويل السياره واحد البريم شهري لمده 30 اللي كتحقق واحد الشيفر دافير فواحد 3 شهور متابعه في ثلاثه المستويات المستوى الاول 50 100 150 اون جينيرال كل نيفو كيخليك واحد المدخل مثلا النيفو الاول 400 اورو شهري لمده 3 سنين النيفو الثاني 600 اورو النيفو الثالث 800 اورو شهري لمده 3 سنين. وبطبيعة الحال أغلبية ديال الأشخاص كيكونوا موجهين أنهم يشريو لي فواتور اللي هما جدادين أو لا يشريو لي يبدلو لي فواتور ديالهم أو لا
طبعا حال تو سامبلومون ياخذ الفلوس يدير بها اي حاجه ما كتكونش مفروض عليك، مي اغلبيه كانت اورينتو اننا نبدلوا لي فواتور ديالنا. بعد النماذج ديال المقاولين اللي معنا في المجموعه ديالنا، سي ابراهيم من الراشيديه، سي عبد العليم غلادي من القنيطره، سي حسن ابو الوفاء من القنيطره، عبد الله بيه من القنيطره، سي يونس كسي مناجر ايسر تبارك الله حقق واحد المجموعه ديال الفواتور، الاخت شيماء الزماري، سي حسن دادان، مدام سعاد، سي سعيد، وبطبيعة الحال سي كريم بالقصف التجربة ديالو هضر لنا على السفرية الأمريكان، وكانوا سفرية كثار في السنوات الأخيرة. هذا واحد التشالنج اللي كتقدر تخدم عليه، كيكونوا جوج سفريات في العام مدفوعين التكاليف بالكامل، ملي كنقول تو فري بي من حتى أنا من لايغوبور اللوطي اللي غادي يكون فيه ليفينمون ولا فين كنجلسوا في ديك الدولة كيكون على حساب الشركة ديال فوريفا. وكاينين دي فواياج اللي كيكون بين شهر 4 وشهر 5 كيعطيو سالار جون دو بوش قدر توصل لواحد 100 دولار او لا اكثر على حساب المستوى اللي حققتي. والفويسين كيكون بين شهر 9 وشهر 10 سواء كيكون مدفوع التكاليف بالكامل. وجهات سياحيه رائعه في العالم، كنكون في 2015 لندن، في 2014 دبي، 2017 باتايا، في 2018 و 2019 ستوكهولم في السويد، كان في 2019 وكانت دالاس في 2019. الصور ديال المجموعه ديالنا، الصور اللي في الوسط جد رائعه، فيها السي كريم بالقاص كيبان لكم على الصور اللي في الوسط الله يسلمك، كاين السي كريم بالقاص، كاين عبد الربي امين لويزي، وكاين واحد المجموعه ديال القاده في المجموعه ديالنا مع المؤسس ديال الشركه في المكتب ديالو في ميريكان في اريزونا. والصور اللي في الجناب المحيطه هي بعض اللحظات او بعض اللقطات اللي كانوا في مجموعه ديال السفريات في العالم. تقاسم الارباح السنويه تشيرمانز بونيس هو واحد البريم اللي كتعطى للاشخاص اللي حققوا واحد لو شيفر دافير سيغان كونديسيون. الو اي تشالنج هضرت عليه، اي رتبه هضرت عليها، مقاسم المشترك بيناتهم باش توصل لهم، سيكو كتخدم مع المجموعه ديالك كيكونوا ناجحين عاد كتوصل انت لهاد لو بريم ولا هاد السفريه ولا هاد البلان ديال الطوموبيل ولا اي حاجه. اي رتبه ما كتوصلش لها بالاكاديميه، ما كتوصلش لها لحقاش شي واحد كيعرفك في ميريكا ولا في السياج، ما كتوصل لها لحقاش كتخدم بجد وكتخدم مع المجموعه ديالك باش يحققوا لي زوبجيكتيف ديالهم. تشالنج بونيوس بريم ثانوي اللي حقق الشروط ديالو في 2019 تقسمات او كان تقاسم تقريبا 19 مليار و 498 مليون، 2020 17 مليار و 401 مليون، 2021 18 مليار و 773 مليون. مبالغ اللي يجد خياليه ما عندهاش علاقه بالمداخل اللي هي شهريه اضافيين. بعض النماذج من المجموعه ديالنا، وكاين نماذج كثيره بزاف ما كاينش نديرو كلشي في الواد ديابو. سعد هادي مغربي شي كي دي باسي 66 درهم، سي حسن دادن شي كي دي باسي 47 مليون، سي يونس كسيب كي شي كي دي باسي 100 درهم. كاين معلومه في المغرب اللي شي كي دي باساو تجاوزوا ال 1 مليون درهم، دي باساو 100 مليون سنتيم، مع العلم ان فوغاب في المغرب بدات في 2006 وتبارك الله مجموعه الاشخاص قدروا يدي باسي في مداخلهم السنويه البريم، ماشي مدخول سنوي، بريم سنوي ل 100 مليون سنتيم. الوغ نقول لكم مرحبا بكم انكم بقيتوا معنا من الاول حتى الاخر في هذه لا بريزونطاسيون. جيسبر بيان ان المعلومه تكون وصلت لكم. طبعا الحال غادي يكون عندكم واحد المجموعه ديال الاسئله، دونك انفونس عليه وتواصلوا مع الاشخاص اللي عرضوا لكم، سولهم قول لهم كيفاش هذه، علاش هذه، فوقاش هذه، وطرحوا لهم جميع المخاوف اللي يقدر يجيكم في دماغكم، غادي يجاوبوكم عليهم اكيد بطبيعه الحال، باش تكونوا ان شاء الله اعضاء فريق الرياضه، فريق النجاح، فريق التميز، وان شاء الله كاملين في تحقيق جميع الاهداف. كان معكم امين الوزير في تقديم العرض، كنت سعيد في هذا اللقاء، تحياتي لكم جميعا.